عملت شوربة سي فود بسيطة جدا، ان شاء الله يا رب تعجبكم. لو حابين تعرفوا تعالوا عملت ازاي، يلا بسرعة نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم يا حبايبي في مطبخ بيت العز، معاكم ام احمد. ان شاء الله هنعمل النهاردة شوربة سي فود. نبدأ بسم الله نقول المقادير. ده طبق شوربة جايباه على بعضه ب25 جنيه، ومعايا جمبري ومعايا بصل ومعايا ثوم ومعايا كريمة لباني ومعايا كوباية لبن ودقيق وكرفس. وفي النار بقى خدت القشر بتاع الجمبري ومعلقة على شوربة بالقشر بتاعه، وحط عليها كرفس وورق لورا وحبهان وثوم وبصل، وسايباهم بيغلوا. هبقى اوريكم الشوربة بعد ما ايه نبدأ نكمل السوا مع بعض. يلا نبدأ. دلوقتي نزلنا الزبدة، هنزل عليها بالبصل والثوم. انزل على الفرن، والجمبري في الزيت، وهبدا اسوي. لو عايزه تستخدمي الكريمه اللباني لوحدها مش مشكله، هي في الاصل كريمه لباني. لو عايزه تستخدمي دقيق واللبن زي البشاميل كده برضو براحتك، عايزه تستخدمي الاثنين برضو براحتك. انا هجربها معاكم بالاثنين بحيث بعد كده لو عايزه تعملي بدي لوحدها او دي لوحدها مفيش مشكله. بدا اللون يغير اهو. دي الشوربة اللي كنت عاملاها، صفيتها دون قشر الجمبري، وكنت حاطة عليه بصل وحبهان وورق لوري وثوم كريم وبصلة كريمة، صفيتها. ودي الشوربة بتاعتي خلاص شوحت واللون ما شاء الله بدأ يغير اهو. هنزل عليها بالشوربة. مش هحط السمك دلوقتي لان السمك بيستوي بسرعه فهيتهد. هسيبها تغلي وبعد كده اسقط السمك، يقعد بس دي 5 دقايق او دقيقتين ويستوي. دلوقتي السمنه ساحت، حط عليها الدقيق بالشكل ده. انا مش هكتر السمنه لان انا حاطه سمنه اصلا وانا بحمر البصل للشوربه. بالشكل ده هبدا انزل عليها باللبن واطفي النار عليها. هي كده كده هتستوي مع الشوربه بالظبط كده. الشوربة غليت اهين،
هبدأ أنزل عليها بالسمك. أنا حاطة للشوربة الأول وأنا بعملها بقشر الجمبري ملح، هشوفها لو عايز التاني هبقى أكملها. هنزل عليها بالكريمة، والكرفس، والبشاميل الخفيف اللي احنا عملناه. تغلي غلوة وهشيلها على طول. وده كان الشكل النهائي لشوربة السجق بتاعتنا، ان شاء الله تعجبكم، جميلة والطعم حكاية. لو عجبتكم الطريقة بتاعتي ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب. كانت معاكم أم أحمد من مطبخ بيت العز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.